Ya yesin. Ne seviyorsun? İmtiyaz alabilirsin diyor. Tabii. حسبنا القوة المؤثرة على شحنة مداخل المجال المغناطيسي وجدنا قيمتها ازدت تساوي بالمحاضرة السابقة كانت F تساوي مطلق Q في V V ساين ثيتا. هذه القوة المؤثرة على الشحنة تمر داخل المجال المغناطيسي بسرعة مقدارها V وتعمل زاوية ثيتا مع الحركة مع المجال المغناطيسي. وطبقنا هذه العلاقة لما تكون مجموعة من الشحنات مرة في سلك، إذا راح نحسب نفس الشيء. قدرنا نحسب نوصل إنه القوة المؤثرة على السلك يمر داخل المجال المغناطيسي تساوي شدة التيار المار في السلك طول جزء السلك المار في المجال المغناطيسي في دي شدة المجال المغناطيسي، وساين ثيتا هي الزاوية اللي عملها السلك مع المجال المغناطيسي. هذا القانون حسبنا به القوة المؤثرة على السلك داخل المجال المغناطيسي. بما أنه أي سلك يحمل تيار كهربائي موضوع داخل المجال المغناطيسي يتأثر القوة، قدرنا أن نطبق هذه الخاصية وعلى أبسط شيء اللي هو المحرك الكهربائي. المحرك الكهربائي هو شنو؟ عبارة عن ملف موضوع داخل المجال المغناطيسي. الجوانب الملف حتكون التيار ما بيها اتجاه متعاكس، إذا حتتأثر بقوة عكس الثانية على كل جانب، تولد عزم، هذا عزم يسبب دوران الملف. لما تكون حلقة واحدة مثل ما تلاحظون بهذا الشكل الملف يمر بتيار كهربائي داخل من هذا الاتجاه وبعدين يرجع إلى هذا الاتجاه. هنا لما نطبق قاعدة اليمنى على الجانب الأيمن هذا السلك لو طبقها هتلاقي القوة تأثر بيها أو تنزلها نحو الأسفل. لما تطبق قاعدة اليمنى على الجهة الجزء الأيسر من الملف راح تلاقي ان القوه تحاول ترفع نحو العمود. اذا هذه قوتين متساويات بالمقدار متعاكسات بالاتجاه هيولدين عزم سوري عزم الدوران، هو يسبب دوران الملف. هنا لما تلاحظ اذا نريد نحسب العزم، العزم هو شنو؟ عباره عن القوه في ذراعها. ذراع القوه شو يكون؟ ذراع القوة، ذراع القوة المسافة العمودية بين نقطة تأثير القوة ومركز الدوران اللي هو هذا الملف. يعني هنا إذا كان عرض الملف دبليو هيكون ذراع القوة من كل جهة هو نصف دبليو، نصف دبليو، هنا ذراع القوة نصف دبليو. لما أجي أطبق القانون قوة في ذراعها بكل جهة من جهتي السلك بالملف هيكون عندي التور يساوي لنا التيار الكهربائي في الملف الاول في طول الملف طول السلك الاول عفوا والتيار مال بي وشده المجال المغناطيسي في نصف دبليو اللي هو ذراع القوه في ساين فاي زائد نفس الشيء بالنسبه للجزء الثاني اللي مر بي التيار بالعكس اي في ال في بي في نصف دبليو ساين فاي. لو طلع لي عامل مشترك اي ال بي ساين فاي راح تبقى دي نصف دبليو زائد نصف دبليو اذا كيو دبليو وحده. اذا المعادله ايش حتكون؟ اي في ال في بي في دبليو ساين فاي التورج الكلي على حلقه ملف داخل مجال مغناطيسي يساوي لنا اي في ال في بي في دبليو ساين فاي. لو تيجي ترجع على الشكل ال بالقانون و دبليو ايضا بالقانون، ال هي طول الملف و دبليو هو عرض الملف، اذا شنو حتكون؟ مساحه مقطع الملف تساوي اي اللي هي دبليو في ال. لو اجي اكتبها بالقانون بدل ما اكتب ال و دبليو حتكتب اي، اذا التوب شو حيساوي لنا؟ ان في اي في بي ساين فاي
IPA to be certified. Hadir IPA to be certified yukarnet halaka vahidi. Lokan endimiz var ve halakat adet en. İzin tordu kulli haytun tordu mutfuluz baku halakay. Ezen mutfuluz ki adet halakam. Tordu kulli وسعي فاي وزاوية بين التيار إمام مسلك والمجال المناطقي. يعني وضع الملف داخل المجال المناطقي بأي زاوية مثلا. حتى نفهم هذا دكتور، الشيء، نعم. هذا الاشتقاق مطلوب لو مباشرة على القانون الأخير؟ ما راح اطالبكم باشتقاقات، انتم عندي قانون هسه حاليا الثوب الكلي المتولد في حلقه ملف داخل مجال مجموعه حلقات داخل مجال المغناطيسي هو هذا القانون. ان عدد الحلقات اي التيار المادي اي مساحه مقطع الملف ودي شده المجال المغناطيسي وساين فاي هي الزاويه اللي يعملها الملف مع المجال المغناطيسي. الزاوية اللي يعملها الملف مع المجال المغناطيسي. العفو الزاوية هنا الفاي هي الزاوية بين العمود على مستوى الملف والمجال المغناطيسي. يعني لما يكون الملف بوضع أفقي مثل ما تشوفون بهذا الشكل، هنا الزاوية هتكون 90 درجة بين العمود على الملف والمجال المغناطيسي. لما يكون الملف بشكل عمودي بهذا الشكل الثاني راح تلاحظون الزاوية تساوي صفر بين العمود على الملف والمجال المغناطيسي تساوي صفر. واضح الطلاب؟ يعني أعظم عزم حيكون لما يكون الملف بسطح أفقي داخل المجال المغناطيسي. أقل عزم يساوي صفر لما يكون متعامد مع المجال المغناطيسي. واضح الله؟ دكتور، نعم. يعني هنا الزاوية راح تكون يا اما 90 يا اما 0، ماكو غيرها. لا أصل حسب الملف، الملف حيكون يدور كل حالة الزاوية من صفر تزيد إلى 90 إلى 180 إلى 270 وتستمر على كذا. هذا حيكون في حالة دوران الزاوية متغيرة. فبأي وضع يكون الملف موجود مثلا هنا الزاوية لها 90 ولها 0، تمام؟ الزاوية لها 90 ولها 0. هسه تشوفين هذا هو العمود على الملف، هذا هو العمود على الملف، وهذا المجال المغناطيسي. الزاوية هنا فاي، لا هي 0 ولا هي 90. إذن العزم راح يكون متغير حسب الزاوية. أعظم عزم يكون لما يكون الزاوية 90، وأقل عزم يكون 0 لما تكون الزاوية 0. واضح طلاب؟ نعم دكتور، واضح. هذا الجزء سموه ماجنتيك مومنت، الزخم المغناطيسي او ما اعرف شو يسموه بالعربي ان اي اي. الجزء هذا سموه ماجنتيك مومنت ان تي اي تي اي. وفد شيء مهم، انت مو بتعرف تحسب لي الزخم العزم الكلي، عفوا العزم اللي هو تعرف. ناخذ مثال. A coil of wire has an area of 2 في 10 في ناقص 4 متر تربيع. يقول لك ملف عنده مساحة مقطع مالته، مساحة مقطع الملف يديك اياها اي تساوي 2 في 10 في ناقص 4 متر تربيع. يحتوي هذا الملف الكويل من 100 لفة، 100 لفة اور تيرن اند كون contains a current يحمل تيار كهربائي مولي مقداره 0.45 امبير. The coil is placed in a uniform magnetic field. الكويل هذا وضع في مجال مغناطيسي منتظم، شدة المجال اللي هي B تساوي لنا 0.15 تسلا. المطلوب determine the magnetic moment of the coil. Magnetic moment الزخم المغناطيسي يعني فقط ال NIA.
مغناطيس موج يساوي لنا عدد اللفات في التيار مالت السلك في مساحة مقطع السلك. مغناطيس موج ان اي اي طلعنا ايش قد امبير في متر تربيع وتعافي. ب find the maximum force that the magnetic field can exert on the coil. أو جد أعظم عزم يتولد داخل هذا الملف. إحنا قلنا هنا من الشكل أعظم عزم شوف يكون maximum torque إنه يكون 0.90. إذا objective maximum torque will be when 5 تساوي 90. According to equation Hadi, the torque is the product of the magnetic moment NIA and B sine phi. However, the maximum torque occurs when phi is out. So, the torque is showing NIA, magnetic moment, B sine is in, we are showing 1.14 × 4 newton per meter. هذا وحدات التورك. لحد هنا واضح طلاب؟ فهمتوها؟ واضح دكتور. هنا لحد هنا طلاب شو نسوي هنا لحد الان في المجال المغناطيسي؟ تعاملنا مع شيء واحد، هنا حسبنا القوه اللي تاثر على شحنه، موضوع داخل المجال المغناطيسي، وحسبنا القوه اللي تاثر على سلك، موضوع يحمل التيار الكهربائي، موضوع داخل المجال المغناطيسي. واضح؟ لحد هنا حسبنا القوة في حالتين، في حالة لو كان جسم مشحون يتحرك داخل المجال المغناطيسي، وفي حالة لما يكون سلك يحمل تيار كهربائي موضوع داخل المجال المغناطيسي. واضح لحد هنا؟ وحسبنا العزم أيضا. الجزء الثاني. دكتور؟ نعم. دكتور هسه هذا المثال الأول إحنا ما استخدمنا القانون كامل البي زاوية لأنه ما منطينا إياها، يعني استخدمنا لا فقط الـ N والـ I. أي الان والاي اي سميناها اعطيناها اسم نسميها مصطلح نعطيها ماجنتيك مومنت ان اي اي ماجنتيك مومنت هذه شو فيها؟ بين قوس هذه ان اي اي نسميها ماجنتيك مومنت، فهو طلب تحسبين مو تورك اول شيء حسب الماجنتيك مومنت. هذا الماجنتيك مومنت ما له علاقه بالزاويه، ما له علاقه بالزاويه ال ان اي بي اي، فقط عدد اللفات وشده التيار في مساحه مقطع الملف، هذا يسمى ماجنتيك مومنت. واضح؟ نعم دكتور واضح. طيب الان ناخذ الجزء الثاني اللي هو اهم. ماجنتيك فيلد برودوس by currents in wires. قلنا الشحنة أو السلك اللي يحمل التيار الكهربائي لما يمر من غير مغناطيسي يتأثر بقوة، هذا حسبناه بالجزء الأول. هسه شنو؟ يقول تاني اكو مجال مغناطيسي يتولد لما يمر تيار كهربائي في سلك، نريد نحسب هذا المجال المغناطيسي اللي تولد نتيجة مرور تيار كهربائي في سلك. يعني كل سلك يحمل تيار كهربائي حيكون حول شنو؟ مجالين، مجال كهربائي حسبناه في الجزء الأول من المحاضرات، ومجال مغناطيسي حنحسبه هسه. واضح طلاب؟ كل سلك يحمل تيار كهربائي راح يكون حوله مجالين، طبعا المجالين يكون متعامدين، مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. راح نحسب، حسبنا المجال الكهربائي في الجزء الاول من المحاضرات السبعه الاولى، وراح نحسب هسه المجال المغناطيسي المتولد نتيجه مرور التيار الكهربائي في سلك موصل. طبعا السلك عده اشكال، راح نحسب بابسط شكل لما يكون السلك على شكل مستقيم. The simplest current you can come up with is a current flowing in a straight line لما يكون السلك على شكل خط مستقيم such as a long straight wire. The magnetic field from a such current carrying wire actually wraps around the wire. المجال المغناطيسي لما يكون
متولد من سلك، يعني تيار كهربائي حيكون على شكل حلقات حول السلك، تلتف حول السلك، حيكون المجال المغناطيسي المتولد نتيجة وجود تيار كهربائي في سلك مستقيم على شكل حلقات تلتف حول السلك، مثل ما شفنا في المحاضرة الأولى مع المغناطيسية، كانت هنا هذا سلك مستقيم يحمل التيار الكهربائي في الاتجاه من الأسفل إلى الأعلى. هنا راح يكون المجال المغناطيسي على شكل حلقات حوله، طبعا يكون أقوى كل ما قريبين من السلك، وأبعد كل ما أقل كل ما نبتعد عن السلك. هنا أكو قاعدة سميها قاعدة اليد اليمنى الثانية، راح تحدد لنا اتجاه المجال المغناطيسي في أي نقطة حول السلك. إنك تضع إيدك اليمنى كأنك تمسك السلك في إيدك اليمنى، تمسك السلك في إيدك اليمنى، يكون اتجاه الإبهام باتجاه التيار المار في السلك، وأصابعك تلتف حول السلك، مقدمة الأصابع هو تأشر إلى اتجاه المجال المغناطيسي ده حول السلك. يعني في اي نقطه، اي نقطه هنا لما تيجي تحسب المجال المغناطيسي تحط مقاس النقطه، ويكون اتجاهها اتجاه اصابع اليد في هذه النقطه، اتجاه راس الاصبع يعني. واضح طلاب؟ فهمتوا هذه النقطه طلاب؟ كيف تحدد اتجاه المجال المغناطيسي؟ بخصوص النقطة، نقطة يا هي قلنا طلاب امسك القلم بايدك اليمنى، امسك القلم بايدك اليمنى بحيث يكون الجزء اللي يكتب منه الى الاعلى، واضح؟ اتجاه الابهام مع اتجاه الجزء اللي يكتب مقدمة القلم، واصابعك تلفها على القلم، اصابعك حتمثل اتجاه حلقة المجال المغناطيسي حول القلم، واضح؟ اتجاه الأصابع يعني الأظفر هو يؤشر إلى اتجاه المجال المغناطيسي، واضح طلاب؟ الأظفر مع الأصابع اليد اليمنى اللثة هي اتجاه الحلقات حول السلك. هنا لما تكون هي على شكل حلقات، لما عندي هذه حلقة مع المجال المغناطيسي، هذا السلك المول بتيار كهربائي، لما اجي احط ايدي هنا الكيف مالتي حتكون شنو؟ الابهام، ما اعرف اذا نقدر نرسمها او لا، هذا اليد الابهام الى الاعلى، حتكون الاصابع تلتف او السلك بهذا الشكل، هاي الاصابع تشوفون طلاب؟ اتجاه المجال المغناطيسي هيكون باتجاه لفة الأصابع حول السلك، واضح طلاب؟ فهمتوا هسه شلون؟ وياي ولا لا؟ اي نعم دكتور، انقاط. اي نعم دكتور، طيب واضح. في أي نقطة، في أي نقطة أريد أحسب المجال المغناطيسي تبعد مسافة R، أي نقطة أريد أحسبها، مثلا عندي أريد أحسب مجال مغناطيسي في هذه النقطة اللي يتم إيجاد مسافتها تبعد مسافة
هاي اي احسن مجال المغناطيسي في نقطة تبعد مسافة ار عن السلك، هاي مسافة سلك ار، واضح؟ هنا هذه نقطة تبعد مسافة ار عن سلك مستقيم يحمل تيار كهربائي. القانون مالها بدون ما ناخذ اشتقاقات حيكون العفو بي تساوي نيو نوت في اي على 2 باي في ار. المجال المغناطيسي في هذه النقطة اللي حددتها بالرسم اللي تبعد مسافة ار حتكون شدته تساوي نيو نوت في اي، اي هي شدة التيار، نيو نوت يسميها permeability of a free state، هي النفاذية المغناطيسية للفراغ، هذا ثابت مثل ما أخذنا النفاذية الكهربائية أبسيلون نوت أكو نيو نوت، واضح كلام؟ هذا ثابت يعطى أنتم بالمسألة أو في الامتحان تعطى نيو نوت وتعطى الإي نوت، عفوا أبسيلون نوت تعطى في مقدمة الأسئلة توابط هذه لا تحتاجها، مو يعطيك اياها بالسؤال، يعطيك اياها في بدايه الاسئله كملاحظه انه اليونت تساوي كذا، ابسيلون تساوي كذا، في شحنه الكترون تساوي كذا، الكترون تساوي كذا، انت وين تحتاجها تروح لهذه الملاحظات وتاخذها من هناك. هذا القانون الاول، هذا انت يهمك اكتبه واكتبه بالعربي، حساب شدة المجال المغناطيسي في نقطة تبعد مسافة r عن سلك مستقيم يحمل تيار كهربائي شدته i. واضح طلاب؟ هذا كيفية حساب المجال المغناطيسي في نقطة تبعد مسافة r عن سلك مستقيم يحمل تيار كهربائي شدته i. واضح طلاب؟ هذا القانون الأول. طيب حسبنا البي هنا بالقانون، يبقى اتجاهها حسبناها بالقانون، هنا أنا حسبت بي، خلينا كده بي، يعني كده هذه البي حسبناها. حسبنا البي من القانون هذا. طيب اتجاهها شلون نعرفه؟ قلنا حسب شنو؟ قاعدة اليد اليمنى الثانية هذه، انه في هذه النقطة ارسم مماس، ارسم شنو؟ مماس ارسم مماس النقطة هذه، هي مو حتكون دوائر، مماس للدائرة، يعني هذه هنا مو حتكون في دائرة، طلاب هنا مو حتكون دائرة اللي هي حلقة مال مجال مغناطيسي، ما اعرف شو راح نسميها، هذه هي الدائرة مال حلقات المجال المغناطيسي، المماس لها في تلك النقطة هو يمثل اتجاه المجال المغناطيسي، المماس للنقطة هذه سيكون اتجاهها هو يمثل اتجاه المجال المغناطيسي بتلك النقطة، واضح طلاب؟ فهمتوا هذه طلاب؟ بس دكتور الاتجاه يعني شلون حيجي؟ يعني انت هسه اذا لابسه خلينا نقول شوار، هذا الشوار اللي لابسته بايدك، حطيته على الطاولة، شوار موضوع على طاولة، حطي بوسط الرقبة على الطاولة قلم، القلم وتجيبي الوسط
هذا هو القلم. القلم هو يمثل السلك، الرمال بالتالي كهربائي اتجاه نحو الأعلى هنا في هذه الحالة، لا يعني دكتور، إذا أجا والإصوات بالامتحان، إذا أجا بالامتحان إنه تريد الاتجاه مال المجال المغناطيسي، يعني يجي إلى علاقة بالمسألة. طبعا يجي له علاقة بالمسألة. أكيد هنا هسه هذه إيه أنا سلك دكتور، نحو الكهرباء. لحظة بابا، لحظة شلون؟ بس خليني أفهم، خليني أفهمكم كلكم مع بعض. هذا سلك نحو الكهرباء يسمى تعال، تتولد حول مجال مغناطيسي على شكل حلقات، يكون اتجاهها باتجاه أصابع اليد الملفوفة حول السلك، حيكون بهذا الاتجاه اتجاهها. واضح طلاب؟ في كل مكان هذا الاتجاه هي. هنا أنا بهذه الحالة شو اتجاهها؟ عكس عقارب الساعة. واضح طلاب؟ هنا هذه هي حلقة مال المجال المغناطيسي. في كل نقطة بيكون اتجاهها مختلف عن النقطة اللي بسطحها، صح ولا لا؟ طلاب، يعني اتجاه المجال المغناطيسي في هذه النقطة، في هذه النقطة إذا يحصل المجال المغناطيسي حسبته بالقانون هذا بي تساوي لنا ميو نوت في اي على 2 باي في ار. ار شنو؟ ار قلنا مسافة النقطة، هذه مسافة النقطة عن مركز السلك هذه. هذه هي الآر، هذه هي الآر أو نصف قطر الحلقة. اتجاه المجال في هذه النقطة شلون أحدده؟ هو اتجاه المماس للحلقة في تلك النقطة، يعني المماس هذا هيكون هو اتجاه المجال المغناطيسي في هذه النقطة. واضح طلاب؟ هذا اتجاه وين؟ في هذه النقطة. لما أكون بهذه النقطة، لو أنت بهذه النقطة، شو حيكون اتجاه المجال؟ المماس شو حيكون؟ حيكون هذا الشكل. تمام؟ لو نكون بهذه النقطة المماس راح يكون، حيكون بهذا الاتجاه، بهذه النقطة راح يكون هذا الاتجاه. واضح طلاب كيف اتجاه المجال المغناطيسي يتحدد مماس للحلقة مالت المجال المغناطيسي في تلك النقطة. هسه احنا اتركوا هذا الموضوع، هسه هذا القانون هو كيفية حساب سلوك المجال المغناطيسي المتولد حول السلك يحمل تيار كهربائي مقدار اي في نقطة تبعد مسافة ار عن مركز السلك. هذا وضح لحد هنا. طيب الميو نوت مقدار ثابت قيمته 4 باي في 10 قوة ناقص 7 تسلا في متر على امبير. إذا كان السلك على شكل حلقة، إذا هذا كان وين؟ سلك مستقيم هذا. هنا لو كان السلك على شكل حلقة، شو حيكون سلك المجال المغناطيسي؟ بي دكتور تساوي نو بدون نيو الباي نوت على 2 باي ار تربيع. على 2R بدون الباي. بي يسمونه تساوي تكون نو مساحة الدائرة. لا ما لنا علاقة بمساحة الدائرة، لأن هذا القانون ما ناخذ اشتقاقه، بدنا ناخذ فقط القانون بي تساوي لنا نيو نوت في اي 2 ار. هذا شدة المجال المغناطيسي المتولد من سلك على شكل حلقة، يعني من هذا الشكل. دكتور، وذاك القانون شنو اللي بي باي؟ اشتريت المجال ذاك الكهربائي الاستثناء شنو؟
هذا الحسد ما يصير لما يكون مستقيم، هذا لما يكون يصير على شكل حلقة، هذه الحلقة، هاي الحلقة هيتولد في مركزها، في مركز الحلقة مجال مغناطيسي شدته هو هذا المقدار دي تساوي لنا نيو نوت في اي على 2 ار، واضح بابا؟ واضح دكتور. هذا اي نعم دكتور، نعم دكتور واضح. طيب، هذا حلقة واحدة، لو كان على شكل ملف خزنا من الوايرات على شكل ملف، عدد لفاتها n، اذا شدة المجال دي تساوي لنا نيو نوت في n عدد اللفات في i على 2r، واضح بابا؟ هذا لما اي تكون نعم دكتور. ملف يحتوي عدد n من اللفات مو حلقة واحدة، هذا اذا تكتبوه ملاحظة تستخدمون هذا القانون لما يكون السلك على شكل حلقة، إذا كانت حلقة واحدة نيو نوت في اي على 2 ار، إذا كان عدد من الحلقات اللي هو ان نيو نوت في ان في اي على 2 ار. عندنا طبعا هذا الملف اللي احنا نتكلم عنه لما يكون حزمة واير مع بعض، يعني بدل من واير واحد مجموعة غليظة من الوايرات ملفوفة مع بعض. اكو حالة أخرى للملف اللي هي هذه، هذه لما يكون الملف حلزوني على شكل مثل السبرنج أو النابض، يعني يكون له طول، السلك ملفوف على حلقات واحدة في صف الثانية مو واحدة فوق الثانية، هنا مجموعة حلقات مع بعض، يعني لو نسويها بالرسم هنا بالحالة الأولى هيكون شكل الملف شنو؟ عبارة عن مجموعة حلقات مع بعض قريبة من بعضها كلها سوية حزمة، واضح؟ تراك ما فوق بعض. الحالة الثانية لما يكون الملف بهذا الشكل حلزوني إلى طول مثل النابض في السبرينج، واضح طلاب؟ هذا ملف طوله L، يعني هذا ملف طوله L، هذا هيتولد في مجال مغناطيسي إلى قطبين مثل حسب اتجاه التيار، هذا موطني، هذا شمالي وهذا جنوبي حسب اتجاه التيار، لما يمر في التيار باتجاه معين يكون قطب ناطر بهذا الشكل، لما يكون باتجاه المعاكس راح يعكس الاقطاب مع كل المراكز. هذا الملف اللي هو بهذا الشكل ايضا حيولد مجال مغناطيسي الى نفس شدته العفو حسب القانون بي تساوي نيو نوت في ان في اي على ال بي كلمة مجال مغناطيسي المتولد من ملف حلزوني بيكون تساوي من نيو نوت كان عدد اللفات هاي شدة التيار مالت الكهرباء المال بالسلك على ال، ال هي طول الملف، ال طول الملف، هذا المقدار ان على ال، ان على ال عدد اللفات بالنسبة لطول السلك، يعني لما تقص عدد اللفات على طول السلك هتطلع كم لفه في جزء من السلك الملف، يعني سماعا اتركوا هذا الموضوع، اخذوا فقط هذا القانون الثاني دي تساوي نيو نوت في ان في اي على ال، واضح طلاب؟ دي تساوي نيو نوت في ان في اي على ال، هنا الآن دائما موجودة، ليش؟ لأنه السلك إلى طول يعني عدد من اللفات مو لفة واحدة، واضح طلاب؟ دكتور، نعم، أنا يمتى أستخدم هذا القانون لمقام ال؟ لما يكون الملف على شكل حلزون، على شكل شنو؟ حلزون هذا
هذه ها تمام تمام دكتور. الآن هي طول هذا الملف الحاليين مثل السترين بالنابض، واضح؟ اي نعم دكتور وضحت. دكتور والقانون الفوقه ليش يستخدم يعني؟ يا هو هذا ايه هو نفسه، هنا أنا نستخدم هذه وحدة عدد اللفات إلى الطول، أنت تعطيها إلى الآن، ما أقول لك شيء مهم، لا تأخذوها، أفضل هذا القانون، هذا خليني هنا على الفيديو، هذا الفيديو خليني هنا، دكتور يعني أفضل ما هذا، نستخدمه؟ هذا ما في علاقة بك، أنت هذا هو قانون حساب شدة المجال الرئيسي للسلك الحلزوني يحمل التيار الكهربائي، هو هذا. بي تساوي مي نوت في ان في اي على ان، واضح؟ واضح دكتور. ناخذ مثال حتى نوضح في اخذناه. هذا الشكل يعطينا بريليوم سبلايت وير. بيقول بريليوم سبلايت وير كارنت اوف 3 امبير. سلك موصل مستقيم طويل يحمل تيار كهربائي مقداره 3 امبير. هذا السلك لما يمر بتيار كهربائي مقداره 3 امبير، شو راح يصير بالحوله؟ دكتور هيتولد إذا حول مجال مغناطيسي مجال ومجال مغناطيسي. كهربائي. نقدر نحسبه حسب القانون الاول اللي اخذناه. مال المجال المغناطيسي متولد حول سلك مستقيم. في أي نقطة تبعد مسافة r عنه، في أي نقطة كان تبعد مسافة r عنه، يكون المجال المغناطيسي على شكل حلقات يضعف كل ما بتعدى عن السلك، يقوى كل ما كنا قريبين من السلك، واضح؟ طيب. Particle has charge of، عندنا دقيقة جسم دقيق صغير يحمل شحنة مقدارها زائد 6.5 في 10 قوة ناقص 6 كولوم، وتتحرك باتجاه موازي للسلك في مسافة تبعد عنه 0.5 متر. سرعتها بنعطيك اياها 280 متر بالثانية. هنا سلك يمر بتيار كهربائي، وهنا عندنا شحنة جسم مشحون يتحرك باتجاه موازي للسلك نحو الأعلى، يعطيك سرعة تشجع. احسب Determine the magnitude and direction of the magnetic force exerted on the charged particle by the current in the wire. By the current in the wire. يريد منك تحسب القوة اللي راح تتأثر بها هاي الشحنة نتيجة وجودها في المجال المغناطيسي المتولد من السلك المستقيم. وضح السؤال؟ يريد نحسب القوة اللي تتأثر بها هاي الشحنة نتيجة وجودها في المجال المغناطيسي ناتج عن التيار الكهربائي المال في السلك المستقيم. يعني أنا من أجي أريد أحسب القوة، هو طالب القوة. هنا قوة شو تساوي؟ قلنا أول معادلة أخذناها، إف تساوي لنا مطلق كيو في 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 بي في ساين ثيتا، واضح؟ اي نعم دكتور. حتى احسب هذه القوة اكس يساوي مطلق كيو نوت في 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 بي ساين ثيتا. اقدر احسبها؟ لا. شنو المجهول؟ مجهول بي. بي ما عندي، ما في السؤال. بس بي منين جاية؟ جاية من نتيجة مرور تيار كهربائي في سلك مستقيم. اذا استخدم القانون مال السلك المستقيم. بي تساوي ميو نوت في اي على 2 باي ار، ار هو بعد الضغط عن السلك. يعني راح اجي احسب بالاول اطبق هاي العلاقه، احسب شده المجال المغناطيسي الناتج عن السلك في تلك النقطه اللي موجوده بها الشحنه. تمام. راح احسب البي قد شده المجال، واحدد اتجاهها حسب قاعده اليد اليمنى الاولى الثانيه عفوا. حسب قاعدة اليمنى الثانية مال الألف صعد عليه حول السلك، وهذا المماس هيكون اتجاه المجال المغناطيسي في هذه النقطة، واضح؟
حسبت مجال وحسبت اتجاهه بواسطة قاعدة الوزن الثانية. ألف أصابع اليد حول السبت، واضح؟ هذا البي من اتجاهها من قاعدة اليد اليمنى الثانية. إذا صار عندي هنا في هذه النقطة مجال مغناطيسي معلوم القيمة والاتجاه، وجسم يحمل شحنة ومتحرك باتجاه يعلى سرعته دي. أقدر أحسب القوة المؤثرة عليه ولا لا؟ نعم، أقدر أحسبها بتطبيق القانون F تساوي مكتوبة في V دي دي ساين K. حسبت القوة، حسبت القوة، أريد أحسب اتجاه القوة شلون؟ أطبق قاعدة اليد اليمنى الأولى، أصابع اليد باتجاه المجال المغناطيسي والإبهام اتجاه الحركة دي، القوة راح تكون تسحب اليد نحو السبت، واضح؟ باتجاه السبت، واضح طلاب؟ دكتور، لا ممكن تعيد لنا اياه؟ طيب أني أخذنا في مثال سابق في المحاضرات الأولى كيف أحسب القوة المؤثرة على شحن جسم مشحون متحرك داخل مجال مغناطيسي، صح ولا لا؟ حسبت قوة المؤثرة على جسم مشحون موضوع داخل مجال مغناطيسي F تساوي شنو؟ Q نوت في V دي V ساين تيتا. بدأت أحسب القوة المؤثرة على جسم مشحون موضوع في مجال مغناطيسي مقداره دي. نعم، هاي إذا كانت دي معلومة. هنا أنا بهذا السؤال الدي ما معلومة. الدي منين جاية؟ جاية نتيجة مرور تيار كهربائي في سلك مستقيم. الدي هي جاية منين؟ من نتيجة مرور تيار كهربائي في سلك مستقيم بيتولد حول مجال مغناطيسي. إذا أقدر أحسب الـ B، منين أحسبها؟ بالقانون B تساوي الميو نوت في I على 2 باي R، واضح؟ نعم واضح دكتور. بنتي؟ حسبت شدة المجال المغناطيسي المتولد حول السلك، واضح؟ إذا صار إيه عندي نعم المجال دكتور. المغناطيسي معلوم، وعندي سرعة الشحنة معلومة، وكمية الشحنة معلومة، والزاوية ثيتا هنا هي 90 درجة متعامدات، إذا هتكون أقدر أحسب القوة مباشرة، واضح؟ نعم دكتور وضحت. ناخذ مثال آخر يوضح لنا الصورة بعد أكثر. هذا الشكل يمثل لنا سلكين مستقيمين متوازيين يحملون تيار كهربائي. السلك الأول يحمل تيار كهربائي I1 مقداره 15 أمبير، والسلك الثاني يحمل تيار كهربائي مقداره 7 أمبير، واضح؟ هذين السلكين يحملون تيار كهربائي، واحد مقداره 15 والثاني مقداره 7 أمبير، موضوعين في شكل على شكل متوازيان يعني ما يتقاطعوا. Find the magnitude and direction of the force that the magnetic field of wire 1 applies to 1.5 متر section of wire 2. يريد نحسب القوة اللي تأثر بيها المجال المغناطيسي المتولد من السلك الأول على 1.5 متر من السلك الثاني. يريد نحسب القوة F اللي يتأثر بها السلك الثاني نتيجة وجوده في المجال المغناطيسي مع السلك الأول، واضح؟ طلاب واضح هنا شنو؟ أسألكم أني؟ دكتور عيد شوي. عندنا سلكين يمر بهم تيار كهربائي نتيجة شدة التيار. هنا سلك هذا على السلك الأول واير 1 يمر بتيار I1، السلك الثاني واير 2
تمر بتيار اي تي. طالب بالسؤال، القوة اللي راح يتأثر بها الصوت الثاني نتيجة وجوده في المجال المغناطيسي مع الواير الأول. الواير الأول بيمر بتيار كهربائي، تمام، شاهد ولد حوله مجال مغناطيسي مثل ما شفنا بهذا المثال، هذا واير يمر بتيار كهربائي ولد حوله مجال مغناطيسي، هنا حسبنا القوة اللي تأثر على شحنة منفردة، هنا نحسب القوة اللي تأثر على سلك يحمل تيار كهربائي موضوع داخل المجال المغناطيسي، واضح؟ وياي لو لا طلاب. نعم دكتور وياك. طيب هنا القوة اللي يتأثر بيها هذا السلك الموضوع داخل المجال المغناطيسي F تساوي لنا شدة التيار المادي طول السلك داخل المجال المغناطيسي B شدة المجال المغناطيسي في ساين زاوية ثيتا. هاي القوة اللي يتأثر بيها السلك الثاني. هنا دي منين تجي؟ من السلك الأول. إذا لازم أحسب دي في هاي النقطة هنا إيش قد الناتج عن السلك الأول، مثل ما حسبت بي في هذه النقطة الناتج عن السلك هذا، واضح؟ نفس الشيء بالضبط، حسبت شدة المجال المغناطيسي في هذه النقطة المتولدة من تيار كهربائي مع السلك الأول، هنا أحسب بي من ناتجة من تيار كهربائي مع السلك الأول، شنو معادلة هذه؟ هذه ليش يساوي لنا؟ ميو نوت في اي 1 على 2 باي ار، ار شنو؟ ار بعد السلك الاول عن الثاني، هذا بعد السلك الاول عن الثاني، واضح؟ واضح طلاب؟ اي نعم دكتور واضح. واضح تفارق بيناتهم او نجمعهم الار؟ اي اربعه ديك الار يعني مسافه ما بين السلكين قصدي. هنا هذه انا اريد احسب مجال مغناطيسي بهذه النقطه، هاي النقطه، هاي النقطه ايش قد تبعد عن السلك الاول؟ هي المسافه اللي تجمع بين السلكين ايش قد؟ وين هي؟ واحد ونص. لا 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 separated by a distance of، مقصودين المسافه مقدارها ايش قد؟ 0.065. الواحد ونص هو طول هذا السلك داخل المجال المغناطيسي. الواحد ونص هو طول هذا السلك داخل المجال المغناطيسي مال السلك الأول. هنا أول شيء أحسب المجال المغناطيسي الناتج عن السلك الأول في مسافة تبعد R تساوي 0.065 وسط تطبيق هذا القانون. بي تساوي نيو نوت في اي 1 على 2 باي ار، صار عندي هنا المجال المغناطيسي معلوم بي. اتجاهه كيف احدده؟ السلك اضيف اصابع اليد بحيث يكون الاتجاه الان مع اتجاه التيار المادي. هنا طالب في السؤال شيئين، لما يكون التيار ماديهم بنفس الاتجاه لما يكون التيار ماديهم باتجاه متعاكس. واضح طلاب؟ زين دكتور، السلكين مو ثيناتهم بيهم مجال؟ نعم. لا. لعد ليش كل واحدة متجه من عندها، يعني متجهة من عندها اف؟ هو كل وحدة بتسبب قوة على الثانية. كل سلك بابا بيتأثر بحول حول المجال المغناطيسي. لما يكون التيار الكهربائي ماديهم باتجاه متعاكس راح يكون شنو؟ المجال المغناطيسي بيناتهم متعاكس يحاول يبعد السلكين عن بعض. يصير قوة تنافر بين السلكين. لما تحفظ هذه القاعدة، لما يكون التيار الكهربائي مادي سلك
سكين متوازية بتجاه متعاكس يكون تتولد قوة تنافر بين السكين، واضح طلاب؟ لما يكون تيار كهربائي ما في سلكين متوازيين نفس الاتجاه تتولد بيناتهم قوة تجاذب، تجذب السلكين مع بعض، واضح طلاب؟ هاي قاعدة تحفظوها. دكتور عيد لنا اياها القاعدة. طيب القوة المتولدة بين سلكين وبين تيار كهربائي تكون قوة تجاذب لو كان التيار الكهربائي ما فيهم نفس الاتجاه، وتكون قوة تنافر لو كان التيار ما بينهم باتجاه متعاكس. تنافر لما يكون تيار متعاكس، تجاذب لما يكونون نفس الاتجاه، واضح بابا؟ اي نعم دكتور. هسه وضحت؟ طيب هنا شكرا هسه دكتور. احنا بدنا نحسب القوة اللي تأثر بها السلك الثاني نتيجة وجوده في المجال المغناطيسي من السلك الأول. طبعا حيكون القوة نفسها في كل الحالات إذا إنه نفس المسافة، سواء كانت اتجاه التيار متعاكس أو بنفس الاتجاه. لكن شنو الفرق؟ الفرق باتجاه القوة حيكون. يعني احنا نحسب F، أول شيء نحسب B مال المجال المغناطيسي من الأول، وحسب اتجاهها هيكون اتجاه B، حسب اتجاه التيار هيكون اتجاه B. حسبت B صار عندي سؤال بسيط إنه F تساوي لنا I في L في B في ساين ثيتا. أطبق القانون هذا اللي قدامكم وأقدر أوجد القوة. اتجاه القوة هيعتمد على اتجاه التيار، أطبق قاعدة يوجد لنا. وأطبق هسه قاعدة يوجد لنا على هذا الجانب، على هذا السلك، هذا أصابع اليد باتجاه الأعلى، أصابع اليد باتجاه الأعلى، الإبهام خارج نحوك من الواقع، إذا القوة شو تكون؟ عمودية من اليد نحو السلك الأول، واضح؟ دكتور يعني هسه هنا لما احنا نطبق قاعدة اليد اليمنى نمشي على هذا الرسم، يعني البي هو حيمثل لي الأصابع والاف أي حيمثل لي الإبهام. لا، الإبهام يمثل اتجاه التيار في السلك. دكتور يعني شلون؟ افتحي ايدك الأصابع إلى الأعلى والإبهام يأشر نحوك، دكتور الإبهام وين؟ نحوك أنت باتجاهك. خلي إيدك أصابعك نحو الأعلى والإبهام نحوك، راحة اليد تكون نحو اليسار. هسه تريدين حطين ايدك على هذا الرسم، هذا تفتحين كفك وتكون اصابعك الى الاعلى هذا، وابهامك هذا، هذا الابهام. يعني باتجاه عقارب الساعة. شو هو عقارب الساعة؟ اي لانه اذا كان الابهام نحوي وفريت ايدي يعني نحو اليسرى راح اسوي دورانها وهي دوران عقارب الساعة. لا 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 مو هيك، لا 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 هذا الشكل معناه احنا هذا بس اصلا ما خلينا نستخدم هذا السلك اللي موجود تيار كهربائي اتجاهه نحو، وأكو موجود مجال مغناطيسي بهذه النقطة إلى الأعلى، هذا بي،
إذا لم يطبق آية الله هذا الآية لما يجي يطبق قاعدة يد الله افتح كف ايدي بحيث اصابعي تكون تأشر الى المجال المغناطيسي نحو العالم والابهام وين؟ باتجاه التيار هسه هذه ايدي تخليها بهذه الصورة واضح؟ من اي الشيء واضح لك بابا دكتور. يعني كيف ايدك هسه تفتحها اصابعك الى الاعلى الابهام نحوك وراحة اليد متوجهة نحو اليسار القوة حتكون وين؟ عمودية على راحة اليد باتجاه وين؟ السلك واضح القوة حتكون بهذا الاتجاه يعني. خلينا ناخذ غير اليوم نحكي القوة واحد تكون حتكون بهذا الاتجاه هذه شنو الأكل باتجاه السلك الأول ورا صلاب واضح دكتور. إذا ما تطبقون أنت بديكم تفهمون هذه القاعدة صعب حلول المسائل. دكتور هو هسه نقدر الحل نقول اتجاه القوة هي اتجاه الإبهام اللي هو كأنما خارج لا يعني بابا مو اتجاه القارب. الابهام مو الابهام اتجاه القوة عمود على راحة اليد خارج من اليد من راحة اليد خارج من ايدك من راحة اليد مالتك حطي قلم وبسط ايدك والقفل عليها هذا اتجاه القوة والأصابع إلى مجال الإبهام التيار واضح بابا؟ هسه الإبهام اتجاه التيار واضح دكتور طلاب كل واحد منكم يمسك قلم بين أصابعه كل واحد منكم يمسك قلم بين أصابعه الاتجاه المبالغ ما في القلم يعني طالع من اصابعه من راحه اليد يعني هسه انت هاي اصابعك حط بيها قلم هنا هذه هاي مو اصابع ايدك حط بيها قلم هنا ما بيناتهم هذا قلم واضح هذا القلم هاي الرأس مالته مدبب من هنا هذا هو القلم هذا اتجاه القلم دائما هو يمثل اتجاه القوة دائما اتجاه القلم هو يمثل اتجاه القوة يعني الأصابع حيكون عندكم هذا الشكل هاي الأصابع هذا الإبهام هذا القلم واضح بابا؟ فهمتوا ولا لا؟ دكتور نعم يعني البي هو يمثل الأصابع والتيار يمثل الإبهام هيك نعم القوة وين حتكون اتجاهها؟ حطي قلم بين أصابعك امسكيه دكتور يعني القلم حيكون بين الإبهام وبين الأصابع يعني لا بين بين الكل وبين أصابع الأصابع الفوقانية، أصابع الفوقانية حطي قلم بيناتهم أصابعك اي تمام الفوقانية واضح؟ اي نعم دكتور هو توضحت ها حيكون ثلاث أحداثيات ثلاث احداثيات متعامده الابهام وصابع اليد والقلم الموجود بين الاصابع او العمود على راحه اليد واضح طلاب نعم دكتور وضحت هنا هسه طيب هذا السؤال مالنا حسبنا المجال المغناطيسي متولد نتيجه موجه الكهربائي في السلك الاول تطبيق القانون بي تساوي لنا ميو نوت في اي 1 على 2 باي ار، ار هي المسافه بين السلكين، بعدين صار عندي بي معلومه احطها في القانون هذا
F تساوي I2 في R في B في سين ثيتا بدل أوجد القوة قيمتها آلهتها سواء هذه أو هذه. هنا هيبقى اتجاه القوة يعتمد على اتجاه التيار في السلكين. إذا كانوا متوازي متعاكسين هتكون القوة قوة تنافر بيناتهم بهذا الاتجاه، وإذا كانوا نفس الاتجاه هتكون قوة تجاذب بيناتهم. ورحمة الله حسب قاعدة اليمين. طلاب لنا تكون محاضرات بحقيقته حسب القوة حسب الاتجاه حسب قاعدة اليمين. عندكم هذا المثال الرابع، المثال الرابع يجمع بين حلقة وبين مستقيم، سلك مستقيم وسلك على شكل حلقة. هذا حيكون واجب بيتي لكم. اي طالب يحله يجوز محل سلمية الرابط الخبيئة دي الحل الى درجة اضافية بالسعي، يعني درجته على هذا الواجب هتكون فوق درجات السعي. واضح طلاب؟ واضح دكتور. نعم دكتور. دكتور هذا مطلوب في واجب بيتي تحلوه، واعتقد حتكون راح نتوقف لحد هنا لان الاسبوع القادم حتكون امتحانات المختبر واعتقد ماكو محاضرات بعد، لكن في كل يوم ثلاثاء انا حكون متواجد وياكم. اي واحد عنده سؤال يكتبه في التعليقات بالكلاس، مو بالكلاس بدكم تعليقات. لحظه بس خليني اقول عندكم بالكلاس بتيجي على الكلاس. ممكن كومنت هذه هنا نعم تكتب لي انت بالتعليقات. اي واحد عنده سؤال او شيء يوم الثلاثاء يكون متواجد، انا اكون متواجد وياكم الصبح بعد الساعه 9 الاسبوع المقبل، خلينا نقول لحد الساعه 9 اكون متواجد اني. اذا عندكم اسئله او شيء ممكن نتناقش بيهم بس مو بالواجب. الواجب يكون دكتور شو وقتها يوم تسليم الواجب؟ لان يعني عندنا امتحانات و اي اعرف هسه حدد لكم اياها بدون ملاحظات. الى هنا تنتهي محاضرتنا طلاب، وعدكم رابط التسجيل نفسه مع اللي قبلكم تقدرون تستخدموه وتسجلون به. شوفوه موجود راح ارجع احطه لكم. دكتور نعم دكتور انا ما اقدر اسجل الرابط يعني لان هذا الجهاز ما يسجل عندي، وجهاز انا دكتور نرجس. نعم ما راح اقدر اسجل حضور. دكتور ما راح اقدر اسجل حضور لان انا هذا الجهاز ما يسجل عندي، والجهاز الثاني ما بيه شحن يعني طافي. طيب بس تقول ملاحظة دكتور غياس انه انا بلغت الدكتور انه ما اقدر اسجل حضور اسمك بس كتبت اسم خطيب ذكر. تمام تمام دكتور. وهذا الرابط تشوفوه دكتور دكتور بخصوص المغناطيسية يعني سلحدها بعد ما ناخذ اي محاضرة لحد المثال الرابع. نعم المثال الرابع طبعا داخل ومهم بالامتحان ايضا. فما اعتقد حتكون اكو محاضره بعد الاخرى ناخذها، وحتى اذا كانت اكو محاضره حنخليها بمناقشه. كمنهج لحد هنا نتوقف. طلاب اللي يسجل نقدر نطلع دكتور؟ يسجل حضور يقدر يطلع، شوف الرابط يشتغل هذا؟ سجلت لي حضور؟ يشتغل. طيب سجل اللي يسجل حضور يقدر يطلع. اللي ما عنده سؤال، اللي عنده سؤال يتفضل يسأل. دكتور يعني هسه انت بخصوص مال تحديد الاتجاه قلت انه بالامتحان اذا واحد ما يعرفه ما يقدر يحل، واني لحد الان ما فهمت يعني هسه هو غير مفروض وحده يعني تاثر على الثانيه بس ما شفت اي تاثير بالحل يعني كان يعني اتجاه دقيقه. شلون ما شفت اي تاثير؟
بتلاحظين انت اذا احنا ما لنا سؤال يكون صعب بالبدايه. هذا هنا هذول السلكين الموديل تيار كهربائي، كل سلك من اللي يتولد من الدائره المغناطيسي، المجال المغناطيسي يعني بيأثر القوة، الأول يقوي أثر القوة على الثاني، الثاني يأثر القوة على الأول، واضح هذا؟ بتشوفين هنا؟ هذه F وهذه F، واحدة ناتجة عن مجال المغناطيسي مال السلك الأول، والثانية ناتجة عن مجال المغناطيسي مال السلك الثاني. تفهمين شلون؟ نعم دكتور. يعني أنا لو أريد أسوي سؤال أقوى أو أصعب، إنه أقول لك أحسب أيضاً القوة اللي تأثر بها السلك الأول نتيجة وجوده في المجال المغناطيسي الناتج عن السلك الثاني. واضح؟ نعم دكتور. يعني عندنا F هذه وهذه F، هذول هيكونون إذا كان نفس التيار يعني نفس شدة التيار يكونوا مساويات بالمقدار متعاكسات بالاتجاه. إذا كانوا التيار مختلف هتكون واحدة أقوى من الثانية. واضح بابا؟ نعم دكتور. يعني أكو تأثير مو ماكو تأثير، يعني يصير أكو قوة تنافر واحد يدفع الثاني إذا كان التيار مال بيهم باتجاه متعاكس. مثل ما تشوفون بالرسم، الرسم هذا ترى هنا اكو سهم اذا تشوفوه او لا اتجاهه متعاكس، يعني ريبولشن لما يكون تيار متعاكس، واتراكشن لما يكونون بنفس الاتجاه، هذا سهمين في الاتجاه تجاذب تجاذب بس نفس الاتجاه. نعم هنا التأثير مال المجال يعني ما سبب في التغيير، يعني هذا الاتجاه اللي احنا بدنا نطلع بمال كف اليمنى، شو ما سبب تغيير هذا السبب؟ يعني ما سوى تأثير انه احنا اساسا نعرف انه البي عمودية على يعني المجال الكهربائي ودائما، ايه والتأثير مالتهم بما انهم اثنينهم مجال كهربائي واثنينهم متوازين فراح يكون الاتجاه متعاكس. لا انت هذا المجال الثاني هنا لما نيجي نطبق قاعدة الدنيا هيكون الاتجاه الأفضل. إذا تطبقين قاعدة الجملة الثانية مو الأولى، الثانية لما نلف أصابع الإيد على السلك، السلك الأول الثاني هذا الموجود الـ I2 لما نلف أصابعنا عليه والإبهام يكون باتجاهنا، هتكون أصابع وين نازلة نحو الأسفل، صح ولا لا؟ راح تكون شنو؟ نازلة نحو الأسفل، أي تمام؟ أي إذا المجال المغناطيسي هنا بالوسط حيكون نازل نحو الأسفل هنا، واضح بابا؟ هنا لما أحط إيدي على هذا السلك الثاني الإبهام باتجاه التيار ولف الأصابع، الأصابع شو حتكون؟ طالعة من وسط الصفحة، واضح بابا؟ دكتور هو المجال يعني راح يكون أساسا لحظة يعني لحظة لحظة هسه وضحت اياها، بس طلاب الموجودين انتبهوا، هذا سلك يحمل تيار كهربائي هذا اتجاهه، هذا يحمل اي. لما اجي اطبق قاعده اليد اليمنى الثانيه اني شو اسوي؟ الابهام لما اجي اسوي اليد هنا هذه الايد هذا الابهام وهذه أصابع الإيد راح تكون بهذا الشكل ملتفة حول السلك، واضح بابا؟ هذا إصبع واضح هذا الثاني، واضح هذه هذا بهذا السلك،
لما اجي على الشريط الثاني، الشريط الثاني هذا الشريط الثاني، التيار مال بي نفس الاتجاه، اجي الف اصابعي حول هذا الشريط، احط ايدي عشان اشوف الاصابع وين نازله على اللوحه هذه، نازله الجو. هنا أنا لما اجي احط اصابع ايدي بنفس الشكل، هذا الابهام، هذا الايد هنا الاتجاهيه، الاصابع شو حتكون؟ حتكون مكثفه تطلع من هنا، تمام؟ الاصابع حتكون مكثفه تمام تطلع من هنا. هذني هسه لما يكون بهذا الشكل المجال المغناطيسي حيقوي بعضه، لما يكون التيار نفس الاتجاه المجال المغناطيسي حيقوي بعضه، واضح؟ فيصير تجاذب. هنا حيصير تجاذب بين هذا الواير مع هذا الثاني. لو كان التيار بالعكس، لو كان التيار بالعكس، هذا الشكل الأول، لا عفوا، دكتور توقفت مشاركة الشاشة.